سلام اهلا بتونس يا بنتي لاباس بربي بربي انت لاباس والله نسالك هيك ماكش مستانسه تطول الغيبه وما لبهت ضربه العبيد تحسها كلها على راي العندليب المبحاح قاسم كيفي ضايعه في التريق الكلها مهمشه تتلفت منا ومنا مش عارفه اش تعمل لابريس اليوم عامله الاون متاعها على ليزانفلونسور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي قال لك هيا ذاك موضوع الساعه تو انفلونسور دي ريزو سوسيو ان بيزنس ا ريغلومونتي قالت لك لازم يقع تنظيم القطاع وانا معاهم اما حبيت جوست نهنيهم على وسع البال والخيال وخلو الذهن وراحه الضمير برا نمشيو للمغرب رغم تعدد الازمات الصمت يطوق البلاد اي حق عنا شويه ازمات نحن مش برشا حكيت لك عليهم تونس اما فما ازيمه صغيره جديده ناويه تخلط عليهم هاي في المغرب زاد توقعات بتجميع 2.5 مليون قنطار من الحبوب جفاف متواصل وتراجع مستوى السدود وتدهور وضعيه الزراعات تتالي الأزمات في البلاد والأمن الغذائي بات مهددا كانك على الجفاف عندنا رسميا 4 سنين من اللي دخلنا فيه والسنة الخامس وتوقع دين نسخنوا للمجاعة صابت الحبوب اللي جايتنا سنة بالسيف تكفي البذور العام الجاي ما يقعد لنا شيء باش ناكلوه فما العمل الصمت يطوق البلاد الرئيس مظهرش عنده أكثر من 10 أيام ومش عوايده مستانس على الأقل يستقبل رئيس الحكومة يحكي لها على الاحتكار يستقبل وزير الداخلية ولا وزيرة العدل يقول لهم طبقوا القانون على الخونة هذا إذا ما خرجش عمل دورة وشرب قهوة في بعض البلايس اللي تذكروا بصغره إيه وينو الرئيس؟ ما تنساش عندك خونة وعملاء قاعدين يخرجوا في الإشاعات وناس بدت تلوش في الدستور وتخرج في فصول الشغور الوقتي والشغور الدائم بطحة فارغة هي البلاد باش تكوروا فيها كيما تحبوا رزق بلاش مالي اي وينو مولاه وينو مولاكم وبربي تونس ما تحكي ليش لغة ليرة ولا باس وما فما شي وجوست ركش على روحه راو رئيسنا ونعرفوه كان جاي ما فما شي ويبدأ قاعد يشوف هذوكم يحكيوا في حكايات المستشفى العسكري والشغور ومشتقاتهم والله ما يلعج عليهم بخطاب يقدح نار نتاع مينيموم يا من الداخلية يا في مجلس أمن قومي يسب لهم العرق الأول نتاع الكنعاني اللي انحدر منه جدهم الأولاني هذا إذا ما حشاش شطرهم في الحبس مهبولة أنت رانا نعرفوا بعضنا تونس هاك تشوف فيها كيفاش كلها مطرطرة اللي يتجرأ باش يحكي في الموضوع ما يتجرأش يكمل فيه للخ نادي المولاك يا تونس وإذا جاك يا كبر هناك يا تونس